والخطأ منو يتحمل دكتور؟ أنا أجي أقول لك والله جنابك دكتور، لأنه أنت تنظر إلى مجلس النواب أنه هو ما يناسبك ومرحت به، بالتالي وآخر زعيم آخر نظر بهاي النظرة، وزعيم آخر أدى إلى إضعاف مجلس النواب. لا مو ما يناسبك، فقط ما يناسبك. أنت لوحدك لا تستطيع أن تغير الأمور. حتى تتغير ولا شو الفائدة تحضر لوحدك والآخرون غير موجودين؟ أنت يجب أن تقرر قرار استراتيجي في هذا القضية. أظن ربما أحد الأسباب اللي هي نظرية المجرب لا يجرب، هي نظرية بصراحة خاطئة ما ليس لها أساس. إذا لو نشأ النظرية هو المجرب السيء لا يجرب، المجرب الحسن يجرب، ولا كيف الأمم بتنتفسها؟ بتنتفسها على الخبرات المتراكمة. أنت تنجح تتقدم وتنجح تتقدم وتنجح، هذا ربما أدى إلى هذا التراجع. أكو مقولات خاطئة يعني تبقى تتداول. هسه أنظر إلى أرقى الديمقراطيات. هذه المقولة الخاطئة قالتها المرجعية. لا، في خطبة للجمعة غير مدروسة كانت مو مرجعية. في خطبة غير مدروسة، لأن لا تصمد لا دينيا لا قانونا ولا إنسانيا. التجارب الإنسانية متراكمة تدري. يعني لا أكو، أنت هل عندك زعيم أو قائد برز فجأة من لا شيء؟ غير هي تراكمية، يصعد 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 من منصب إلى آخر إلى أن يبقى إلى لازم خبرة تراكمية. هل وجدت طبيبا اختصاصيا رأسا من المتخرج يصبح طبيبا حاذقا اختصاصيا؟ مستحيل. الخبرة تراكمية والمعرفة تراكمية. فأقول لازم، أما فكرة أنه تعال غير كل الوجوه وأتي بوجوه جديدة، أين الخبرة المتراكمة؟ وين التجارب الإنسانية؟ الإنسانية ما تبنى هالشكل، والبلد لا يبنى هكذا.